Hello, dear students, how are you? Today we are going to start with a new part in the nervous system, the synaptic transmission. Synaptic transmission. Okay? All of you know that the neuron, الخلية العصبية, for simplicity, نحن بنرسمها هيك. Okay, هيك. Simple neuron. Okay? طيب, وبنقول عنا, it has dendrites, cell body, axon, terminal arborization. And the nervous message. You have to put in your mind that the nervous message is always transmitted from dendrites, cell body, axon, terminal arborization. هل اتجاه دايما هيك? Cell body, dendrites, sorry, cell body, soma, axon, terminal arborization. And you know, at the end of terminal arborization, there are synaptic knobs or synaptic buds or terminal buds, whatever you name them. Okay, طيب, the question is, if I touch a hot object, by my leg for or my foot for example دعست على شيء سخن بإجري quickly I withdraw my foot نط وبشيل إجري مباشرة طيب the nervous message is transmitted from my foot to my spinal cord and to my brain imagine إنه do we have هل عندي خلية عصبية واحدة one neuron connecting my foot to my brain معقول في خلية عصبية واحدة طويلة هالطول بيسمح لها انه تنقل الرسالة العصبية من اجري لدماغي اوكي اكيد شور نات انا هلا اذا بتطلع بالكهرباء بالشارع برا بشوف انه في عمدان كهرباء بين كل عمود وعمود في شرايط كهرباء رابطينهم ببعضهم لانه مثلا من بيروت للجنوب مثلا معقول يكون في شريط كهرباء واحد شور نو في شرايط موصلة ببعضها نفس الشيء بجسم الإنسان Neurons are connected together Neurons are connected together in order to transmit the nervous message This connection is called synapse The synapse Synapse هو الوصلة العصبية So as a definition Synapse is a functional junction connecting a neuron and another cell Synapse هو وصلة عصبية بتوصل الخلية العصبية مع خلية تانية هلا حدا بقول ليش خليه ثانيه رح اوضح فيني اقول خليه عصبيه مع خليه عصبيه اوكي يعني تخيلوا انتم عندي هي خليه عصبيه هون وهي خليه عصبيه ثانيه هون اوكي متصلين مع بعضهم هيدي المنطقه اللي بيناتهم الوصله اسمها سينابس انا اذا بجيب الشريطين كهرباء هلا بدي ربطهم ببعضهم طلعهم وبلفهم مع بعضهم له الشريطين الكهرباء وبلزقهم لحتى يقدروا يعملوا وصله بيناتهم ذس سينابس طيب The synapse, look here, طلعوا لي بهول الخلايا العصبية inside the human brain. This is a cell, خلية عصبية. شوفوا لي كيف الأكسون اللي لها عامل مع خلية عصبية تانية الأكسون. شايفين this is a neural network. شبكة من الخلايا العصبية. ليش شبكة؟ لأنه all neurons are interconnected together. شو يعني interconnected؟ يعني شبكين ببعضهم. مثل شبكة العنكبوت. Okay? طيب. So, neurons are connected together by synapses. حقيقة السينابس فيني أنا صنفهم للوصلات العصبية according to shape and according to function خلينا نبلش بال according to shape synapses لشو بيتصنفوا حسب شكلهم في عندي أنا نوعين من السينابسز according to shape في عندي نوعين neuro-neuronal synapse and neuro-effector synapse neuroneuronic or neuroneuronal neuroeffector من اسمهم واضح الموضوع نيورون مع نيورون يعني وصلة بتربط نيورون بنيورون اوكي وصلة بتربط نيورون بنيورون اما هون وصلة بتربط نيورون بافكتور اورجان خليني اتذكر انا وياكم الافكتور اورجان مش نحن بنعرف انه النيرفس مسج بتنتقل من الريسبتور اورجان لعند السي ان اس اوكي سي ان اس ومن السي ان اس لعند الافكتور اورجان الافكتور اورجان هو العضو المستجيب يعني المصل اللي بتحرك الايد انا لما المس شيء سخن مش بسحب ايدي لانه عضله ايدي وصلتها رساله عصبيه من سباينال كورد اللي عملي كونتراكشن سو ذا افكتور اورجان از ذا اورجان ذات ريسيفز ذا نيرفس مسج من وين من السي ان اس طيب فإذا في عندي نوعين من الخلايا وصلات العصبية بين نيورون ونيورون أو بين نيورون وإفكتور طب هون مش هو خلايا عصبية جايبين النيرفس مسج عند هيدا الأورجان يعني ما لازم يكون في وصلة عصبية بين هالخلية العصبية وبين هيدا الأورجان
This is called synapse. So synapses are two types, neuroneuronic and the neuro-effector. A neuroneuronic can be between a neuron and another neuron. Neuro-effector between a neuron and effector organ. This is according to mean, according to shape. خلينا نبلش بالنيورونيورونيك. نيورونيورونيك. This is a neuron. هيدي خلية عصبية. Okay? This is a neuron. The neuron is ended by synaptic knobs or terminal buds. Terminal buds هن جزء من مين؟ من الأكسون. Okay? هوت terminal buds. تخيلوا إيدي هن terminal arborization بنهايتهم هون. هوت terminal buds بنهاية أصابعي. هيدي بدها تعمل هيك سينابس مع ايد الثانيه. عاملي هلا سينابس مع ايد الثانيه. اوكي طب هون مش اكسون؟ هون كلهم مش اكسون؟ يعني دائما الاكسون بيعمل سينابس. اوكي هيدا نيورون ثاني. This is another neuron. هيدا نيورون ثاني بهيدا الشكل. اوكي هون لاقطين مع بعضهم. دائما الاكسون للنيورون هو اللي بيعمل سينابس. This is the axon. Terminal arborization هن اللي بيلقطوا بيعملوا سينابس. اوكي هن اللي بيلقطوا بيعملوا سينابس. So synapse ممكن يكون between axon of the first neuron and axon of the second neuron. طلعوا لي هون axon لأول neuron مع axon لتاني neuron. يعني ها سينابس. اوكي هيك هيدي خلية عصبية وهي خلية عصبية تانية. اوكي هي الخلية العصبية اللي هون. اوكي ماشي هالخلية العصبية عاملة سينابس مع الأكسون. شايفين؟ خليني كبره شوي. هيك. أكسون with أكسون. This is called axonal synapse. Axonal synapse. أما النوع الثاني من السينابس اسمه axosomatic. Axosomatic. Axosomatic means إنه between axon of the first neuron, this is the first neuron, okay, وراح أرسم النيورون الثاني هون أنا. راح أخذ هيدا النيورون من هون. Okay. This is between the axon of the first neuron and the cell body or soma of the second neuron. That's why it's called axosomatic. However, the third type هي طلعوا هون الاكسوسوماتيك. الاكسوسوماتيك من axon and soma. شايفين cell body والاكسون الاول neuron. However, the third type is between the dendrites, axon of the first neuron and dendrites of the second. Axon of the first neuron and dendrites of the second. This is called exodendritic synapse. Exodendritic synapse. Now, the neuro-effector synapse. The neuro-effector synapse is the synapse between a neuron and an effector organ. Okay? We have two types of neuro-effector synapse. Neuromuscular synapse. Who between a neuron and a muscle. Neuron لقيت على عضلة جاي بدي يوصل رسالة عصبية لعضلة لإلا عملي contraction. Like this. You see here. Okay? كلنا شايفين هون. إنه this is the neuron. هيدا النيورون. شايفين كيف لقيت عمل سينابس لقيت مع المسل. This is the muscle. This is called the neuromuscular synapse. The neuromuscular synapse له اسم تاني motor end plate. Motor end plate معناتها الوصل العصبية الموجودة بين خلية عصبية وعضلة. هيك عرفوها بس. It's between the neuron and the muscle. And the last type of synapse according to shape is called the neuroglandular synapse. The neuroglandular synapse is between a neuron and the gland. This is a gland. Okay. خلية عصبية وغدة. الوصلة العصبية اللي بتربط الخلية العصبية بالغدة اسمها neuroglandular synapse. This is called the neuroeffector لأنه الجلاند هي effector organ. مهن الeffector organs أو muscles أو glands أو بيفرزوا أو بيتقلصوا. Okay. Now the type of synapses according to function. حسب وظيفتهم السينابسز نوعين. حسب وظيفتهم هلا مش شكلهم in general. حسب وظيفتهم نوعين. نوع بمر رسالة عصبية ونوع بيمنع انتقال الرسالة العصبية. Simply أنا إذا عندي شريطين كهرباء وصلتهم بحديد يعني ها الشريط من هون والشريط من هون وحطيت حديد بيناتهم رد ميتال أو ميتال رد. أوكي الكهرباء ما بتمرق عبر هيدي الحديدة؟ بلا هيدي الحديدة conductor
يعني وصلت الالكتريسيتي من الوايه الاول للوايه الثاني. سو اتس كولد كونداكتيف انتوا هيك بتسموها. طب انا اذا عندي وصله عصبيه بين خليه عصبيه وخليه عصبيه او بين خليه عصبيه وخليه ثانيه، هيدي الوصله العصبيه بتسمح لانتقال الرسائل العصبيه. It allows the passage of nervous messages. This is called excitatory synapse. Excitatory synapse is the synapse that allows the transmission of the nervous message from one neuron to another. يعني انا اذا عندي هون رسالة عصبية وصلت هيك، قال له تفضل انتقلي، ها هو السينابس هون، هي الوصلة العصبية. هلأ هون بعدهم عن بعضهم هون بالرسمة لا تشوفوهن، بس هو حقيقة بيكونوا هيك السينابس. اوكي طيب، this synapse is called excitatory synapse because it allows the transmission of the nervous message. It allowed here. Okay, the transmission of the nervous message. طب أنا إذا بجيب شريطين كهربا وبوصلهم بخشبة by wood, does wood transmit the electric current or potential difference أو الكهرباء؟ No, because they are insulators, الأخشاب. Okay, so some synapses, بعض أنواع synapses بتوصل لعندهم الرسالة العصبية بيقولوا stop، وصلت لهون قال block، you are blocked. This type of synapse is called inhibitory synapse that blocks the transmission of the nervous message from one neuron to another. Okay, that's all about the transmission of the nervous message in the synapse according to function, أو classification of synapses according to function، أو excitatory بمرقه أو inhibitory بيمنعه أنه تمرق nervous message. Okay, one more idea here. You have to know that the nervous message at the level of the synapse is unidirectional. شو يعني unidirectional؟ تنتقل باتجاه واحد. Okay, خلينا نشوف كيف. إذا أنا بأخذ مثلا هيدا النيورون 1 ونيورون 2، هيدا السينابس بيناتهم. اوكي الرسالة العصبية دائما بتنتقل دندرايت اكسل بادي اكسون اوف نيورون 1 تيرمينال اربرايزيشن تيرمينال نوبس او سينابتيك نوبس، بعدين دندرايت سيل بادي اكسون تيرمينال اربرايزيشن اوف نيورون 2. طبعا هيدا اكسودندريتك سينابس. اوكي النيورون اللي قبل السينابس يعني هيدا اسمه pre-synaptic neuron pre يعني before the synapse. However, this neuron in neuron 2 هو اللي بعد synapse. The neuron beyond the synapse is called the post-synaptic neuron. Post يعني after. فإذن the nervous message always transmitted from the pre-synaptic neuron to the post-synaptic neuron. طب لو بعد في خلية عصبية هون كمان بدها تنتقل نفس الشيء، كان هيدا صار لي pre وهيدا البوست. على طول النيورون اللي بيجيب الرسالة العصبية اسمه pre، اللي بيستقبلها من وراء اسمه البوست سينابتيك نيورون. So the nervous message in the synapse is transmitted only in one direction from pre to post. ما بتنتقل بالعكس ولا ممكن تنتقل من البوست للبري الرسالة العصبية. تعال ناخذ هيدا السينابس هون ونكبره لنشوفه كيف شكله. Look، أخذنا السينابس هون كبرناه، شايفين كيف شكله؟ This is the pre-synaptic neuron and this is the postsynaptic neuron. Okay, we want to know what does the synapse contain. إذا بتطلع أنا هون هيدا النيورون شايفينه، هيدا number 1 and this is number 2. This is number 1 and this is number 2. This is the pre and this is the postsynaptic neuron. Okay، طيب هون في شغلة إنه هيدا النيورون اللي هو البري هي هالنهاية اللي هون. اوكي this end اللي هون. اوكي طلعوا لي فيها منيح المنطقه هون، هيدا ال1 هيدا ال2 هيدا البري وهيدا البوست. شو في بقلبه للبري؟ اوكي البري طبعا في هو سيل ممبرين غشاء الخليه اللي له، في بقلبه سيتوبلازم سائل الخليه. اكتشفوا العلماء انه بقلب البري سينابتيك نيورون في عندنا طابات صغار بولز، طابات نيمد سينابتيك فيسيكلز، طابات موجودة بالسينابس balls small balls. However here هيدا pre-synaptic neuron هيدا post-synaptic neuron between them there is a space. هلأ حدا بيقول لي شو space؟ فراغ. أنا إذا بحط إيدي هلأ على بعضهم بضل في فراغ بيناتهم. أوكي space فراغ بيناتهم اسمه synaptic cleft، هو الفراغ العصبي. وعلى السينابس هون او على البوست سينابتيك نيورون هون على الممبرين في عندي شيء اسمه ريسبتورز. Next video we are going inshallah to continue about them.